النبيين عدا وكربلاء وجوههم شعط لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على اللهم صل محمد وآل محمد وعدل فولدهم ولعن أعداءهم، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. من أعظم ما يميز أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أنهم أهل مبادئ ومثل ما تزحزحوا عنها قط، بخلاف غيرهم من البشر. من أعظم ما يميزهم صلوات الله عليهم أنهم ما عملوا بالمبدأ الميكافيلي الذي يقول الغاية تبرر الوسيلة. ما كانوا يقبلون على أنفسهم أن يرتكبوا ما هو خلاف المبادئ والمثل السامية، ما هو خلاف الإسلام، ما هو خلاف الشرع. ما كانوا يقبلون أن يرتكبوا مثل هذا بدعوى أن الغاية حسنة، وأنه لا بأس بالتوسل بوسائل محرمة للوصول إلى تلك الغاية. هذا الأمر الذي نلاحظه جيدا في سيرة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أخذ من سيدهم ومعلمهم الأول رسول الله صلى الله عليه وآله. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. العظيم رقم واحد في تاريخ البشرية كله، كما شهد به المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والصديق والعدو. هذا العدو شهد كذلك بأن العظيم رقم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا العظيم، هذا المعلم الأكبر، هو ذلك الرجل الذي حين انطلق بدعوته العظيمة عرضت عليه مغريات. جاءه جماعة من كبار قريش
جاءوا إلى عمه أبي طالب عليه السلام وعرضوا عليه أن يعرض على ابن أخيه الملك. قالوا: إن أراد ابن أخيك نملكه علينا، ننصبه ملكا، نعينه ملكا، ولكن ليترك هذا الأمر، ليترك دعوته هذه، رسول الله ما قبل. قال: كما استفيض في الرواية عنه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه، لا أتزحزح عن مبادئي. لو كان هنالك رجل آخر غير رسول الله وغير من يتمنهج بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الموقف، لرأى أن رفض هذا العرض ضرب من ضروب الحماقة، لأنه لا بأس بأن أقبل بهذا العرض إلى أن أستفرد بالسلطة، يتثبت ملكي، أنا سأتوج ملكا على قريش، ما هي إلا بضع سنين حتى يتوطد حكمي وأستأسد، وحين ذاك لا يتمكن أحد من مخالفتي، فأعلن حينها الإسلام، ومن أبى ضربته بالسيف. خليني أقبل، أصير حاكم، أصير ملك، أجاري القوم كم سنة إلى أن أنا أحكم وخلص، بعد غايتي غاية شريفة، وهي ماذا؟ إقامة الإسلام. هؤلاء عرضوا علي التخلي عن إقامة الإسلام في مقابل أن يجعلوني ملكا لأقبل أسايرهم وأجاريهم، ثم بعد ذلك أنقلب عليهم، ولكن حين أكون أنا على رأس السلطة فلا يتمكن أحد من مخالفتي. هذا الأمر سياسيا في العرف السياسي السائد هذه الأيام أمر معقول ومقبول. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. نيكولا ميكافيلي صاحب هذه المقولة المشهورة يقول هذا مبدأ سليم، الغاية شريفة، فأية وسيلة اتخذناها لتحقيق تلك الغاية حتى ولو كانت وسيلة قبيحة، حتى وإن كانت تخليا عن المبادئ والمثل والعهود والمواثيق وما شاكل، فهذا أمر مقبول. رسول الله لا يقبله. لماذا؟ لأنه لو افترضنا أنه قبل وساير القوم فإنه بعد سنوات حين يدعو إلى الإسلام لن يقبل منه أحد إلا بالقهر والغلبة لا بالاقتناع. أي واحد ما كان راح يقتنع. ليش؟ يقول: الآن طوال هاي السنين أنت قابل وصاير ملك وتقبل بعبادة الأصنام، وما تكلمت عن رفض هذه العبادة ولا عن هذا الكفر ولا عن هذا الشرك، الآن جاي بعد كل هذه السنين تريد أن تفرض علينا الإسلام؟ إذا كنت مبدئيا حقا، لماذا قبلت بهذه العشر سنوات من حكمك دون أن تدعو إلى الإسلام وتبطل دين الشرك والوثنية؟ ليش سكت طوال هاي الفترة؟ إذا كنت مبدئيا حقا، فلماذا سكت وضحيت بالذين ماتوا طوال هذه الفترة على دين الشرك والجاهلية؟ ما ذنبهم هؤلاء؟ ف
فلا يبدو رسول الله صلى الله عليه وآله حينها، فيما لو كان قد قبل هذا العرض، لا يبدو حينها مبدئيا، ولا يبدو حينها صاحب مثل عالية نبيلة، ولا يقنع به أحد. كان لا أقل سيعطي الشرعية بنحو أو بآخر لدين الكفار، لأنه خلص هو قبل به، بعد قبل بوجوده، بعد إذن، بعد 10 سنوات، بعد ما يتوطد حكمه ويقوى شأنه، إذا دعا إلى الإسلام يقال هذه دعوة زائفة، أنت تريد بهذه الدعوة فقط أن تسيطر أكثر، ما من إسلام، ما من رسالة ولا خبر جاء من السماء. هذا نموذج بارز من نماذج رفض مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. هنالك نموذج بارز آخر، وهو المعلم الثاني العظيم رقم 2 في تاريخ البشرية، مولى الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، نفس الشيء، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، على منهاج رسول الله. قيل له بعدما قتل عمر في يوم الشورى، عرض عليه عبد الرحمن بن عوف، قال له: نبايعك، تصير خليفة، تصير حاكم، نبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رفض، قال: أما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا، ما أقبل. وكانت هذه الكلمة التي دونها المؤرخون عن أمير المؤمنين عليه السلام أعظم إدانة لمنهج أبي بكر وعمر، لأنه إن كانت سيرة أبي بكر وعمر هي سيرة رسول الله، إن كان منهج أبي بكر وعمر هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا يرفضه علي؟ لا بد أن يكون من وراء رفضه لمنهجهما وسيرتهما أنه يرى أن منهجهما مخالف لمنهج رسول الله، منهج منحرف، وهذا هو الحق والواقع. قالوا لعثمان: نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، فقبل وتولى عثمان الحكم. لماذا رفض علي؟ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا عند علي، عند رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما، ماكو غاية تبرر الوسيلة أبدا أبدا. نعم هنالك قواعد شرعية، تقديم الأهم على المهم وغير هذه القواعد، هذه القواعد وأمثالها تقلب حكما ما من حكم إلى حكم، فما يكون مثلا حراما بالعنوان الثانوي يغدو حراما بالعنوان الأولي، يغدو ماذا؟ يغدو حلالا بالعنوان الثانوي، هذا صحيح. فإذا ما ارتكب أحد من المؤمنين مثل هذا في موقف ما أباحه الشرع، هذا ليس من قبيل الغاية تبرر الوسيلة،
لأن الوسيلة هذه ليست محرمة. نعم هي محرمة بالعنوان الأولي، تحولت بسبب ظروف ما، بسبب مزاحمة ما مع ما هو أولى، مع ما هو أهم، تحول هذا الأمر من محرم إلى حلال، بل أحياناً قد يتحول إلى واجب أصلاً. واجب إنسان يكون في الصحراء ويوشك على الهلاك ولم يجد شيئاً يسد به رمقه إلا الخمر مثلاً أو الميتة، فهنا يجب عليه أن يتناول، مو بس يجوز إليه، يجب عليه، لأن حفظ النفس أولى أوجب. فمن هنا ينقلب الحكم. فإذا هذا قام بمثل هذا الأمر، لا يصدق على هذا مبدأ ميكافيلي أنه الغاية تبرر الوسيلة، مو هالشكل، لأن الوسيلة حكمها قد انقلب اتغير، فهو إنما توسل بالوسيلة الصحيحة مو الوسيلة الغلط. أما هنا في موقف علي عليه الصلاة والسلام، فالوسيلة محرمة، أن يصحح منهج الشيخين، أن يصحح منهج الطاغوتين أبي بكر وعمر، فهذا محرم. بعض القاصرين يتهمون عليا صلوات الله عليه والعياذ بالله بأنه أضاع الفرصة، وأنه كان المفروض عليه سياسيا أن يقبل بسيرة الشيخين. وهؤلاء القاصرون لا تتصوروا أنهم من مخالفينا، لا، بعض من هم محسوب علينا. ولا تأخذني إن شاء الله لومة لائم فأبوح بأسمائهم. مجيد الخوئي كان يقول بهذا الكلام، كان يقول كما أخبرني عنه من كان حاضرا ثقة، أنه قبل هذا هم سقوط النظام قبل فترة، كان يقول بأن كل مشاكلنا من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كل مشاكل. ليش؟ يقول لأنه ما قبل سيرة الشيخين. كان يقبل، كان يقبل ويستلم الحكم بلا دماء بلا مشاكل، بعدين يقلب على سيرة الشيخين. شنو لازم إلا يعمل بسيرته؟ بعدين من يقدر هم يوقف ضده؟ خلص صار حاكم وصار سلطان، وما حد يقدر بعد يقف ضده، وعنده جيوش، عنده أمن، عنده مخابرات، عنده شرطة، من يقدر بعدين يوقف ضده؟ كان وفر علينا كل المصايب التي مرت علينا نحن الشيعة إلى اليوم، لأنه كان سيتولى الحكم بشكل تلقائي طبيعي. قبلهم عثمان، بنو أمية ما راح يجون، عائشة ما راح تجي، طلحة والزبير ماكو، ما حد بعد يقدر يتصدى إلى شيء. لا معركة جمل أكو، لا معركة صفين، لا معركة النهروان. وعلي بن أبي طالب حينما تدركه الوفاة يولي من؟ وصيه الحسن، والحسن إلى الحسين، عاشوراء ماكو، ماكو، كل المشاكل. كنا إلى اليوم إحنا شنو؟ مرتاحين. فهذا كان خطأ سياسي من أمير المؤمنين. ورأيتم كيف أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انتقم منه. هذا اللي يسيء لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بمثل هذا الكلام، رأيتم ما هي عاقبته، وحقيقة عاقبة يعني بشعة. وعند من؟ عند حامل جار الذي يعرف المؤلف والمخالف أنه يحمي جيرانه. عجبا لما لم يحمي هذا الرجل، كان يتوسل إلى آخر لحظة، هو على أمتار من مرقد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ينادي يا أمير المؤمنين، يا علي أدركني. أمير المؤمنين ترك، افترسه المفترسون. ليش؟ هذا لازم يصير عبرة.
لأنه نطق بمثل هذه الكلمة الكفرية هذه. في إيران إما في جريدة كيهان، وعندي الصورة الآن ناسي أي جريدة بالضبط، عندي صورة عن المقال موجودة عندي، إما في جريدة كيهان أو في جريدة جمهورية إسلامية، يمكن واحدة من هاتين يعني الصحيفتين الرسميتين أو شبه الرسميتين بعد الثورة بعد الانقلاب، عنوان المقال كان هذا: اشتباهات أمير المؤمنين. اشتباهات، ومنها من بين الأمور المذكورة على ما ببالي هذه القضية، أنه كان مفروض يقبل بسيرة الشيخ. هذول يقرؤون الأمر سياسيا، يقرؤونه هكذا لأنه هم أهل مصالح وأهل دنيا رخيصة، هالشكل يفكرون، ما يستوعبون ليش علي بن أبي طالب رفض، يعني شنو المشكلة؟ إنما هو كلام، ينطي كلامه بس، يا بسيرة الشيخين وبعدين يقلب، مو مهم بعد، يوفر علينا كل الحروب والمشاكل والمصايب. ولكن هؤلاء حيث أنهم لا ينظرون إلى الأمور بالمنظار الديني يتكلمون بمثل هذا الكلام. لو أن عليا قبل، سؤال، وثم بعد ذلك انقلب على سيرة الشيخين، مو مشكلة، أكان أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يرفض أبا بكر وعمر وسيرتهما؟ لا، حتى الشيعة تصبح سيرة أبي بكر وعمر حجة عند الشيعة، لأن إمام الشيعة حكم بشرعية هذه السيرة، أنطاهم شرعية بعد خلص. كان إلى يوم القيامة ماكو أحد يستطيع أن يخطئ أبا بكر وعمر، إلى يوم القيامة علي بن أبي طالب منحهم شرعية، سيرة أبي بكر وعمر سيرة يعتد بها شرعا، لأن عليا قبل بذلك. كان ما عندنا كلمة نقدر نقول على سيرة أبي بكر وعمر، كلمة واحدة. ومعنى ذلك ما هو؟ دمار الإسلام. كنا راح نصلي كلنا صلاة التراويح على سبيل المثال، ليش؟ تقولون بدعة، وعمر أم يعترف يقول نعم البدعة هذه، أو نعمة البدعة هذه، أو نعمة البدعة هذه، أيا يكون اللفظ وضبط الكلمة، هو يقر أنها بدعة، ولكن علي بن أبي طالب أقرها من حيث إقراره لسيرة الشيخين، فأنتم ما لكم حق الاعتراض. كان فقهنا كله يتغير، شفت فقهنا إحنا الفقه الشيعي الإمامي كان راح يتغير. بدع أبي بكر وعمر ومن شاكل كانت ستصبح سنن عندنا بدلالة موافقة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وإكسابه الشرعية لسيرة أبي بكر وعمر. هو أمير المؤمنين رفض وما قبل، هم طالعين عندنا بترية يمدحون أبا بكر وعمر وسيرة أبي بكر وعمر، لو بعد كان قابل كان شو سووا بعد؟ كان شنو صار؟ كان بعد ماكو واحد صدق، ماكو واحد يقدر يتكلم على أبي بكر وعمر ويقول هذول منافقين ظالمين اغتصبا حقوق أهل البيت عليهم السلام، زيف الإسلام، حرف الإسلام، ابتدع في الإسلام، ولا واحد أصلا كان يعني يموت الدين، الدين كله يموت. شنو علي بن أبي طالب يفكر تفكيركم السياسي المريض؟ أم أنه صاحب مبدأ الغاية عنده لا تبرر الوسيلة؟ صحيح سياسيا حين تقرأ الأمر قد تقول كان من مصلحته أن يقبل ويوفر على نفسه كثير من المشاكل، ولكن دينيا حين تقرأ الأمر ترى الأمر معاكس. وحتى سياسيا ترى هؤلاء ليش أقول قاصرين؟ لأنه ليس عندهم فقه سياسي سليم، فقه سياسي سليم.
افترضنا أمير المؤمنين عليه السلام قبل، ثم بعد ذلك انقلب على سيرة شيخيهم، من يقول كان يخلوا على الحكم؟ كانوا هم يثورون عليه، هم أصلا ثاروا على عثمان، واحدة من حججهم شنو؟ ما عملت بسيرة شيخي، كان هم راح يذبحوا، خصوصا هم أصلا ما يشتهون ولا يطيقون علي بن أبي طالب أساسا. فبعد هالمرة يجي يخالف سيرة الشيخين في شيء، يقولون هذا خلاف العهد الذي بيننا وبينك، خلص خلعناك من الخلاف، ما يقبل سوون ثورة عليه، قتلوا عائشة تركب فيل مو تركب جمل ذاك الوقت حتى تحارب علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين صلوات الله عليه وروحي فداه يخاطبه الإمام الهمام علي بن محمد النقي الهادي صلوات الله عليهما في الخطبة أو في الزيارة الغديرية، في زيارة يوم الغدير التي نزور بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الزيارة التي رواها أكابر علمائنا كابن المشهدي وغيره، هذه الزيارة مروية عن الإمام الهادي صلوات الله عليه. ماذا جاء في خطاب الإمام الهادي عليه السلام لأمير المؤمنين؟ يقول: وكم من أمر صدك من إمضاء عزمك فيه التقى. كم من أمر أنت تستطيع أن تحصل عليه، تستطيع أن تناله، لكن صدك عن ذلك ما هو؟ التقى، تقوى الله عز وجل، لأنه لا يرتكب محرما، لا يرتكب ما هو خلاف المثل والمبادئ، ما عند الغاية تبرر الوسيلة. وكم من أمر صدك من إمضاء عزمك فيه التقى، واتبع غيرك في مثله الهوى. غيرك إذا يكون بهذا الموقف يشوف ما يريده السلطة، الإمرة، الأموال، الجاه، كل ما لذ وطاب يشوفه هالشكل يلمع أمام عينه وهو في متناول يده، في متناول يده، يروح يقول هواي، أصلا إلهه هواه، يصير يروح وراء القضية، شعلي بالحلال والحرام، شعلي بالقوانين الإسلامية، الأحكام الإسلامية. علي بن أبي طالب يصده التقى، أما غيره ماذا؟ ينال هذا بالهوى. فظن الجاهلون، هذا كلام الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب جده أمير المؤمنين عليه السلام، فظن الجاهلون أنك عجزت عما إليه انتهى. الناس الجهلة ظنوا أن هذا اللي وصل، وعلي بن أبي طالب ما وصل، كأن عليا كان عاجزا، ما كان عاجز علي بن أبي طالب، كان أذكى من ذاك، أبرع من ذاك، إذا يريد الدنيا بما فيها حصل عليه، ولكن الذي كان يمنعه التقى. فظن الجاهلون أنك عجزت عما إليه انتهى، ضل والله الظان لذلك وما اهتدى. الذي يظن ذلك ضل وما اهتدى. ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك لمن توهم وامترى بقولك صلى الله عليك: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. يقول الإمام الهادي عليه السلام: أنت أوضحت ما أشكل من ذلك لما الناس شافت أن الآخرين وصلوا، معاوية وصل،
للذي أراده معاوية وصل، صار حاكم ديكتاتور، حكم 20 سنة، 20 سنة حكم، وقبل ذلك هم حكم طبعا، كان والي بعد. وهو من؟ هو طليق ابن طليق، يعني من أراذل الأذيال المسلمين، هيك بالصف الأخير هالشكل. يعني شلون قدر يخترق الصفوف ويصعد يصعد يصعد إلى أن يصير ملك على المسلمين، على العرب والعجم؟ شلون قدر يوصل؟ عند السياسيين الذين تعرفون معاوية أبرع سياسي، سياسي بارع، وصل للي يريد. هو كان لا شأن له إلى زمان عمر بن الخطاب، إلى زمان عمر معاوية كان يأخذ فلوس، يأخذ راتب سهم المؤلفة قلوبه. تصدق أنه هذا من المؤلفة قلوبه، بننطيه شوية فلوس حتى يبقى شنو اسمه مسلم يعني. بعدين عمر راح ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، فساوى بين معاوية والطلقاء وبين المهاجرين والأنصار، صار الكل شنو سواء. يعني واحد هالشكل علنا مذلة كان وضعه، يصير ملك شلون؟ وعلي بن أبي طالب أخو رسول الله، وصي رسول الله، أبو السبطين، فارس عدنان ومضار، فاتح خيبر، كل هذا التاريخ من الأمجاد، علي بن أبي طالب ما يحصل شيء؟ أواخر أيام حكم أمير المؤمنين، أنت تدري أمير المؤمنين شنو كان يحكم؟ مع الأسف هذا الأمر لا يوضح جيدا، يقال أنه أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم ما هو بحدود 50 دولة الآن من دولنا حسب التقسيم الجغرافية الحالية أو الحدودية الحالية. صحيح هذا في بدايات حكمه، في نهايات حكمه فقد السيطرة على معظم البلاد، هي بس الكوفة، وحتى الكوفة ما يسمعون حكيه، ما يسمعون كلامه أصلا، يصعد على المنبر يقول يلا روحوا إلى قضية معينة، ولا حد صن يدير بال، إلى أن يشتكي يقول يا أشباه الرجال ولا رجال، ويلكم قد ملأتم قلبي قيحا، لا رأي لمن لا يطاع، أنتم ما تطيعوني. حتى عاصمته بالكوفة ما كان مسيطر عليه، مصر راحت من إيده، وباقي البلاد اسميا كانت تحت حكم علي بن أبي طالب وولاة علي بن أبي طالب، لكن عموما الناس كانت متمردة، حالة من ضعف الحكم، كان ما يريدون، ما يريدون علي بن أبي طالب، صرامة علي لا يريدونها، منهاج علي لا يريدونه، يريدون لعب، يريدون بكيفهم تصير الأمور، ما يقبلون. يدعو عليهم أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أتمنى فرقاكم، كان اقرأوا في نهج البلاغ شلون يشتكي منهم، يشتكي. فالناس لما تقارن تقول أن معاوية وصل وثبت حكمه، وحكمه كان حديدي صلب ونشر الأمن، والحكم كان حكم ثابت والأوضاع مستقرة، إيه صحيح، بخلاف علي بن أبي طالب اللي هم ما حكم حتى اسميا 4 سنوات وكم شهر، 8 أشهر 9 أشهر بس، هذا في حين معاوية حكم 20 سنة، ومو بس حكم 20 سنة، ورث الحكم لأبنائه وأحفاده وسلالته، واستمر حكم بني أمية وين عقود إلى أن جاءت حكومة بني العباس. وحتى لما جاءت حكومة بني العباس، بقايا بني أمية صنعوا حكومات في أقصى الدنيا، في الأندلس، في أسبانيا الآن، كانت حكم أموي، جاءهم هذا اللي اسمه عبد الرحمن الداخل الأموي شكل حكمه، وما زال في بعض بلادنا ما زال حكم أموي موجود، ما زال يعني آل سعود ما مقصرين في امتثال يعني منهاج بني أمية مثلا، آل خليفة ومن شاكل. فإشلون يصير هالشكل؟ يعني علي بن أبي طالب مع عظمته
مع عقليته الجبارة ما يقدر يتكتك سياسيا جيدا حتى يوصل إلى الحكم ويثبت أموره؟ معاوية يقدر عليه؟ شلون صارت هاي؟ معقولة معاوية أبرع سياسيا من علي بن أبي طالب؟ لا، القضية مو هكذا. معاوية يغدر ويفجر، علي ما يغدر ويفجر، هذا الفرق. معاوية ليس له حاجز من التقى، الشيء اللي يريده يدوس على كل شيء، يرتكب المحرمات، يقتل النفوس البريئة، يدوس على الإسلام من أجل أن يحصل على ما يريد، ويتخذ مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. من أفضل من طبقوا هذا المبدأ الشيطاني في الواقع هو معاوية بن أبي سفيان، الغاية تبرر الوسيلة عنده. أما علي بن أبي طالب ما يطبق، لذلك ماذا؟ يخسر الدنيا، بل الأحرى تخسره الدنيا. إحنا خسرنا الدنيا، خسرت عليا صلوات الله عليه. يخاطبه الإمام الهادي عليه السلام يقول: ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك لمن توهم وامترى. الناس اللي تتوهم علي أنه علي دون معاوية في الفهم السياسي مثلا، بقولك صلى الله عليك، وهذا القول أيضا وارد في نهج البلاغة، اقرأوه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قد يرى الحول القلب. يعني شنو؟ هذول اللي يقلبون الأمور، شايف شلون يقلب الأمور، يدرسها. يعني هذا كناية عمن يدرس الأمور، يقلب وجوه الأمور حتى يرى أصلحها أفضلها، هذول يقال لهم الحول القلب. يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين. يقول حيلة، نشوف الحيلة اللي توصلنا للهدف هو هذا، بس بحيلة، ولكن حتى نتوصل لازم ندوس على مبدأ ديني، على حكم ديني. فدونها حاجز من تقوى الله، فيدعها ماذا؟ رأي العين، وهو ده يشوفه أمام عينه، يترك وينتهز فرصتها، ينتهز فرصة نيل هذا المطلوب، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين، هذا الذي لا يتحرج من ارتكاب منكر في الدين، يقتطف الثمار، يحصل على ما يريد. لا والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. هذا هو. زين، هذا معلوم، هذه فقط إطلالة سريعة على منهج النبي والوصي والآل الطاهرين صلوات الله عليهم في رفض مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. إحنا في هذه الليالي ماذا نصنع؟ من أول ليلة أنا معكم على ماذا؟ عكس، يعني جعل انعكاس لواقعنا المعاصر في مرآة الحسين، في مرآة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. نشوف، نقيس إحنا خطوطنا، تياراتنا، مناهجنا الآن اللي موجودة داخل عالم التشيع، أفكارنا، سلوكياتنا تتطابق مع منهجية الحسين عليه السلام، مع منهجية جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من بنيه صلوات الله عليهم؟ هل هي تقترب من هذا المنهج؟ وش قد النسبة؟ لو تبتعد نعوذ بالله. لازم نشخص، لازم نشوف إحنا ما هي الأمراض التي فينا والاختلالات الموجودة فينا وفي مناهجنا وطرائق تفكيرنا وسلوكياتنا التي جعلتنا نبتعد عن منهجيتنا العظيمة، منهجية أئمتنا. فالآن كثيرين منا مع الأسف أيضاً ممن يعدون من الأكابر، إحنا ما نحكي عن العوام، إحنا نحكي عن الأكابر الصف الأول، يعني
تعال فتش كم واحد من هؤلاء اتخذ ولا يزال مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، بل وأصل ذلك شرعا إما بأقواله وتصريحاته وإما بمواقفه وسلوكياته. تعال شوف، خلينا نسوي نفتح كشف حساب نسوي. وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، وكلنا نحارب عن راية الإسلام وتحت راية الإسلام مهما كان لونها المذهبي. من تسمع؟ القرضاوي؟ من تسمع؟ سيد قطب؟ من تسمع؟ هذا مال السودان شنو اسمه؟ ترابي، حسن الترابي، ذول المنظرين. من تسمع؟ حسن البنا، النبهاني؟ لا، إنك تسمع محمد باقر الصدر يقول هذا الكلام، إنك تسمع هذا الرجل يقول هذا الكلام. أين؟ له ثلاثة خطابات أو نداءات مشهورة معروفة، لعل بعضكم سمعها في أيامها أيضا، ما طال العهد فتنسون. هذا النداء الثالث، التي تسمى هذه النداءات النداءات الثلاث للشهيد الصدر، هذا النداء الثالث اللي كان قبيل مقتله. ما هي مناسبة هذه النداءات؟ كما تعلمون كان يحرض على إسقاط الحكم البعثي في العراق، رأى على مرمى حجر منه أن خميني قد نجح في إسقاط حكم الشاه المقبور، فسال لعابه، قال أنا لست أقل منه، عندي شخصية قيادية ذات كاريزما، وكاريزما حقيقية مو كاريزما يعني بلونية إنجاز التعبير مثل البعض هنا أو هناك، لا يعني كان عنده كاريزما، كان متحدث، كان رجلا عنده صفات قيادية جيدة، مطلع، مثقف ومحبوب، جماهير العراق تحبه، وعنده حزب أيضا رفع لواءه، وإن كان قد اختلف معه بنحو أو بآخر، المهم الأرضية كانت قابلة، هكذا قرأها هو يعني، أو هكذا قرأ الواقع السياسي الذي يعيشه، أنه أنا عندي فرصة أصبح الخميني الثاني في العراق، عندي فرصة، وجاهر بالخروج على النظام والثورة على النظام والشعب يلتف حولي، ومن ثم نستلم الحكم. طيب، ما الخطأ الذي ارتكبه؟ الغاية تبرر الوسيلة. أنت تريد إسقاط حكم العراق، مو مشكلة، الحكم البعثي الكافر لا نختلف على أنه ينبغي إسقاطه، بس في الجملة نتكلم إحنا مع قطع النظر عن الضوابط والشروط، بس في الجملة لا أحد يخالف في أنه إذا استطعنا أن نزيح الجور
عن كواهلنا ونحرر أمتنا من الجائرين والظالمين. هذا أكو أحد يختلف عليه؟ ما أحد يختلف عليه. الخلاف إنما يكون بالسلوك، بالوسائل. هل ندوس على الشرع من أجل أن نحقق الهدف أم لا ندوس؟ هنا القضية، وهذه التي يسقط فيها معظم الناس، يخلي هدف يعتبره هو مقدس وبعدين يدوس على كل المبادئ الدينية ولا يهم أبدا. إذا كان مثل هذا الخطاب ليس كسرا لمبادئنا، فأي شيء هو الكسر لمبادئنا؟ أخبروني. يقول بصريح العبارة، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، زين مو مشكلة، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني. إذا كنت تريد من الحكم السني هو حكم أبي بكر وعمر، إذا كان هذا هو مفهومك فهذه مغالطة. نعم، معركة الشيعة هو مع حكم أبي بكر وعمر، هذه معركتهم. أصلاً شنو معركتنا إحنا؟ من يوم السقيفة إلى الآن شنو معركتنا إحنا؟ إحنا معركتنا من يوم السقيفة، من يوم وقع الانقلاب على عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، معركتنا مع الحكم المناوئ لعترة رسول الله ومع منهج ذلك الحكم. إذا كان قصدك أن من الحكم السني حكم أبي بكر وعمر، فنعم الشيعة معركتهم الأولى مع ذلك الحكم الخبيث، شيء واضح. أما إذا كنت تقصد من الحكم السني حكم رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي حكم أهل البيت، فمن الطبيعي أن لا يكون هنالك معركة للشيعة مع هذا الحكم، ولكن تقع في مغالطة أخرى، وهي أنه بعد ذلك جئت ووصفت الحكم السني بحكم من؟ أبي بكر وعمر. يقول إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون. من هم الخلفاء الراشدون؟ احنا في عقيدتنا من هم؟ الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون صلوات الله عليهم، مو أبو بكر وعمر، مو عثمان، مو هؤلاء. هؤلاء لا خلفاء ولا راشدون، التفتوا جيدا. أما الرشد فبعد واضح أنه هؤلاء ليسوا براشدين. اللي يقول واحد شيعي إذا يقول هؤلاء خلفاء راشدون، ترى بإجماع علماء الشيعة إذا يكون معتقد بذلك ولم يقل بذلك عن تقية، فهذا خارج عن التشيع. اللي يقول أبو بكر عمر خلفاء راشدون، هذا خارج عن التشيع، هذا لأنه أولاً أقر أنهم خلفاء، وهم خلفاء لرسول الله، رسول الله استخلفهم. الخليفة الشرعي معروف من هو؟ علي بن أبي طالب، هذا هو الخليفة الأول. الخليفة الثاني الحسن بن علي، الخليفة الثالث الحسين بن علي. ما يصير إحنا نطلق على أبي بكر وعمر وعثمان الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، ما يجوز. مثل واحد يروح يقول أبو بكر أمير المؤمنين، عمر أمير المؤمنين، ما يصير. هذا اللقب خاص بمن؟ بأمير المؤمنين. لقب خلفاء رسول الله خاص بالأئمة الاثنى عشر، ما يصير واحد يطلق هذا اللقب على غيرهم، ما يصير.
تقول أنا أقصد يعني اللي تعارفوا على الناس. إحنا شو علينا باللي تعارفوا على الناس؟ إحنا شو علينا؟ تعارفوا على الناس أن عيسى إله ابن الله، نقول مثلهم؟ ما نقول مثلهم، إحنا إلنا اصطلاحاتنا، إلنا تعابيرنا حسب اللي راجع لي مبادئنا وديننا. ما نستحل أن نطلق على عيسى عليه السلام ابن الله، ما نستحل، حرام. خلي غيرنا طائفة من البشر أكثر منهم، النصارى أكثر من المسلمين، خلي يعتقدون هو ابن الله، أنا شو علي أروح أتكلم مثل لهجتهم ومثل كلامهم؟ طائفة من البشر مخدوعين يتصورون أبو بكر خليفة رسول الله، أنا شو علي بهم هؤلاء؟ الخليفة الأول، لا مو خليفة أول، الطاغية المتغلب الأول، المتسلط الأول. عمرك شفت واحد من أئمتنا الأطهار عليهم السلام وصف أبا بكر بالخليفة الأول؟ وصف عمر بالخليفة الثاني؟ أقروا بأنهم خلفاء؟ ماكو. لا تتكلم عن روايات التقية، تتكلم عن الروايات اللي احنا نفهمها نعرفها. فإذا قلت هؤلاء خلفاء رسول الله ارتكبت إثما، كيف إذا وصفتهم بأنهم خلفاء راشدون؟ الإثم مضاعف. يقول هؤلاء الخلفاء الراشدون: إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل. الله أكبر. تدري شنو معنى هالكلمة؟ تسديد سهم إلى قلب الزهراء البتول صلوات الله عليه. هذا هو معنى، هذا هو معنى. أنت لما تقول حكم أبي بكر عمر خلفاء راشدون وكان حكمهم حكما سنيا يقوم على أساس الإسلام والعدل، يعني ظلمهم لبنت رسول الله كان إسلاما وعدلا، هذا معنى. له معنى آخر؟ أنت تقول كان يقوم على الإسلام، إذن تصرفاتهم كانت ماذا؟ تصرفات إسلامية. كان يقوم على العدل، إذن لم يظلم أحدا. والزهراء صلوات الله عليها كانت تصيح أنه قد ظلمها أبو بكر وعمر، مشى بصيحتها الركبان في الآفاق وفي الأزمان. يعني يصير ضرب الزهراء عليها السلام عدلا، يصير ظلم الزهراء عليها السلام عدلا، اغتصاب حق أمير المؤمنين عليه السلام عدلا، ضرب سلمان، ضرب عمار، نفي أبي ذار، البدع التي ارتكبها هؤلاء في الإسلام، الظلم الذي أذاقوه لبني الإسلام، هذا كله كان قائما على الإسلام والعدل. الله أكبر، الله أكبر. شيء يحير العقل يا أخي، شيء ما يصدق الواحد، ما يصدق أنه واحد مطروح كرموز، كرمز من رموز الشيعة يتكلم هذا الكلام. ماذا أبقيت لمعادينا إذا؟ إيش بقيت للمخالفين إذا؟ المخالف يقول أبو بكر وعمر عادلان، إحنا دنجاهد 1400 سنة نقاوم هذا الكلام انتصارا لبضعة رسول الله. نقول لا مو عادلان، ظلمات الزهراء عليه السلام استشهدت وهي عليهما غاضبة. إذا تقول كانا على الإسلام والعدل، إذن الزهراء متجنية عليهما، هذا هو الواقع. الله أكبر. وبعدين يدعي يقول: والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه. علي بن أبي طالب حمل السيف دفاعا عن حكم أبي بكر وعمر. متى؟ شلون؟ منين جبت هذا؟ يقول: إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
هذا منين جايبه؟ أنت عمرك سمعت أمير المؤمنين عليه السلام حارب في حروب الردة؟ أصلا لو صدق محارب في حروب الردة، سؤال يعني هذا إيش قد جهل. إذا صدق أمير المؤمنين محارب في حروب الردة، هذا الأمر يشتهر ويعرف في كل مكان. ليش؟ لأنه بطولات وصولات وجولات أمير المؤمنين عليه السلام يتناقلها الألوف من الناس، يعني ما تكون شيء خافي، معروفة مشاهد أمير المؤمنين، معروفة مواقف أمير المؤمنين، معروفة معارك أمير المؤمنين، كل تاريخ العسكري معروف بالدقة. ليش؟ لأنه كان أعجوبة الزمان في المعارك العسكرية، هذا شيء معروف، هذا واضح. فلا يمكن أن يخفى مثل هذا على الناس، لم يدعي أحد قط أن عليا عليه الصلاة والسلام حارب في حروب الرد، أبدا ما حد ادعى. ولو كان بالفعل لطار أهل الخلاف فرحا بهذه الحجة، لقالوا أنتم لماذا تحاربون أبا بكر؟ هذا شوفوا إمامكم راح حارب تحت لواء أبي بكر، تحت لواء أبي بكر، وين طلع أمير المؤمنين من المدينة حتى يروح يشارك في حروب الرد؟ وين؟ من يوم السقيف أمير المؤمنين عليه السلام اعتزل القوم احتجاجا، معروف 25 سنة في البيت، ما يخرج من بيته إلا إلى المسجد، إلا إلى البستان لزرع النخيل وما شاكل، أو إلى قضية معينة اللي يتوقف عليها أمر الإسلام يروح يقوم يحلها. غير هذا وين؟ متى رفع السيف؟ جاهد تحت لواء أبي بكر. هسه راح يجينا كلام أنه هو متشبث بماذا، وهو من عدم تتبعه وعدم فهمه فضيحة، اللي متشبث بشيء معين يريد أن يرتب عليه أن عليا قد حارب في حروب الردة، وأنه بمحاربته هذه قد أعطى شرعية لحكم أبي بكر. مو بس أعطى شرعية، كان يدافع بالسيف عن حكم أبي بكر، يدافع أمير المؤمنين تحت لواء أبي بكر. شوف المهزل، راح يجينا هذا الكلام إن شاء الله. يقول إن الحكم السني الذي كان يحمل راية الإسلام قد أفتى علماء الشيعة قبل نصف قرن بوجوب الجهاد من أجله، وخرج مئات الآلاف من الشيعة وبذلوا دمهم رخيصا من أجل الحفاظ على راية الإسلام ومن أجل حماية الحكم السني الذي كان يقوم على أساس الإسلام. يتحدث عن ثورة 20. وبالله عليكم يا قوم، إحنا سوينا ثورة 20 حماية للحكم السني اللي يدعيه هو؟ يعني حكم العثمانيين كنا إحنا ندافع عنه، حكم العثمانيين الأتراك؟ يعني شوف شلون يزايد على الناس. العشائر التي هبت، العشائر الشيعية في العراق التي حاربت الاحتلال البريطاني، الاستعمار البريطاني في ثورة 20، كانت الدافع عمن؟ بفتوى مجتهديهم دافعت دفاعا عن ماذا؟ عن الإسلام، مو عن حكم أبي بكر عمر الذي مثله آل عثمان العثمانيين الأتراك، مو عن هذا إحنا دافع، ولا حد يدعي هذا الشيء. ليش تخربط الأوراق؟ ليش؟ يعني أنا أكون مثلا الآن في لبنان، الشيعة يدافعون عن لبنان صحيح ضد العدو الصهيوني، دا يدافعون عن حكم منه؟ عن حكم الموارنة في لبنان، باعتبار أن رئاسة الجمهورية للموارنة، ما دا يدافعون عن الموارنة، ما دا يدافعون عن الحكم الماروني للبنان، الحكم النصراني للبنان، يدافعون عن الإسلام وعن المسلمين. يريد أن يخربط الأوراق. بعدين يقول إن الحكم الواقع اليوم ليس حكما سنيا، يحكي عن حكم صدام، يعني
حكم البعث. وإن كانت الفئة المتسلطة تنتسب تاريخيا إلى التسنن، شلون؟ مو حكم سني يعني، شلون أبو بكر هذا صدام ما كان على الحكم السني يعني لأبي بكر وعمر؟ السيف يفصل هو، يقول إن الحكم السني لا يعني حكم شخص ولد من أبوين سنيين، بل يعني حكم أبي بكر وعمر الذي تحداه طواغيت الحكم في العراق اليوم في كل تصرفاتهم. يقول لا، حاشا 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 أبو بكر وعمر، هذا صدام، لا هذا مو على منهاج أبي بكر وعمر، هذا متحدي، هذا طاغوت، طواغيت الحكم الآن في العراق تحدوا الحكم السني، وهو حكم من؟ أبي بكر وعمر. وأنا أسألكم بالله يا قوم، صدام وجرائمه أليست شعبة من حكم أبي بكر وعمر من ذاك اليوم، من يوم السقيفة؟ أصلاً هاي منهجية صدام، منهجية منين جايبها يعني؟ هاي منهجية الطواغيت أولئك، يعني هذه إشلون مزايدة واستحماق واستغفال للناس؟ مثل ما أنا أجي لك اليوم أقول ترى إن الحكم حكم آل سعود يتحدون به حكم أبي بكر وعمر، تقبلون مني هذا الحكي؟ تقولون شنو أنت شايفنا حمير حشاكم؟ حتى إحنا نقبل منك هذا الكلام؟ هذا حكم أبي بكر وعمر، بل حكم أبي بكر وعمر كان أبشع. إذا صدام عنده مقابر جماعية، أبو بكر كان عنده مقابر جماعية، أثبتنا لكم ذلك في المحاضرات إذا تذكرون، مقابر جماعية كانت، هم تاريخهم يذكرون، حفر حفار وذب الناس المعارضين لحكمه خلاهم فيه، دعوة هذول اللي رافضين الزكاة. إذا صدام عنده إبادة للدجيل وبلد وهالمناطق، عمر مسوى نفس الشيء في قرى معينة، قرية عرب سوس وغيره، كلش أحد اللي كان يعارض حكمه سوى نفسه، بس مسكوت عن هذه الأمور، لازم واحد ينبشها من التاريخ يطلعها. عن ماذا تتكلم؟ أئمتنا الأطهار عليهم السلام استفاض عنهم أنه ما من بلية في الإسلام ولا جريمة ولا إثم ولا مال استحل من غير حله ولا فرج نكح حراما إلا وهو في أعناقهما، أعناق أبي بكر وعمر. هذا كلام أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أسسوا هذا الطريق. شنو جاي تقول طواغيت الحكم بالعراق يتحدون حكومة أو حكم أبي بكر وعمر؟ شنو المزايدات؟ يقول بل يعني حكم أبي بكر وعمر الذي تحداه طواغيت الحكم في العراق اليوم في كل تصرفاتهم، فهم ينتهكون حرمة الإسلام وحرمة علي وعمر معا في كل يوم وفي كل خطوة من خطواتهم الإجرامية. حرمة علي وعمر ترى انتهك صدام، صارت حرمة عمر عدلا لحرمة علي. الله أكبر، وهل لعمر في الإسلام حرمة؟ بالله عليكم، عجيب، مخالف للأحكام الشرعية، مخالف لأقوال أئمتنا عليهم السلام. أئمتنا قالوا ثلاثة ليس لهم حرمة: إمام جائر ليس له حرمة، وفاسق معلن بفسقه، والثالث نسيته، كل أو مبتدع فتشي هالشكل. ارجعوا إلى الحديث الشريف، هذا إطباق علمائنا أيها الإخوة. الكافر المنافق الإمام الجائر ليس لهم حرمة في الإسلام، ليس لهم حرمة. كل هذه العناوين تنطبق على أبي بكر وعمر، منين جبت عمر أنه له حرمة وتقرنها بحرمة علي بن أبي طالب أخي رسول الله؟ هذا أي استهانة لأمير المؤمنين ومقام أمير المؤمنين؟ وصدام في شنو هتك حرمة عمر؟ قل لي بالله عليك في شنو هتك؟
راح قصف قبر عمر مثلا مثل ما قصف الحضرة الحسينية؟ شنو سوى اللي هتك حرمة عمر؟ شنو سوى اللي هتك حرمة أبي بكر؟ بينوا لي في ماذا هتك؟ عجيب. ألا ترون يا أولادي وإخواني، شوفوا هذا اللي يقول حرمة علي وعمر، تدري مثل اللي يقول منه؟ مثل اللي يقول حرمة الحسين ويزيد هالشكل. إن هؤلاء ترى إن هؤلاء آل خليفة قد انتهكوا حرمة الحسين ويزيد معا. شوف الناس شلون تضحك علي إذا أقول هذا الكلام، دا أخاطب أحرض شعب البحرين أقول لهم ثوروا على طواغيتكم، إن هؤلاء لا يمثلون الحكم السني، فإنهم قد انتهكوا حرمة الحسين ويزيد معا. الله أكبر. هذا اللي يجمع بين الحسين ويزيد، هذا مثل اللي هو سواه، هذا أنه جمع بين علي وبين عمر. سبحان الله. يا أخي علي خط، عمر خط آخر تماما، مثل ما الحسين خط ويزيد خط آخر تماما. الثالث المبتدأ. ألا ترون يا أولادي وإخواني أنهم أسقطوا الشعائر الدينية التي دافع عنها علي وعمر معا؟ أيوة، عمر كان يدافع عن الشعائر الدينية، ترى كان يدافع عن الشعائر الدينية، زين كان يدافع، خوش كان يدافع. أي. ألا ترون أنهم ملأوا البلاد بالخمور وحقول الخنازير وكل وسائل المجون والفساد التي حاربها علي وعمر معا؟ أي أبا، لا زين، عمر أم كان يحارب المجون تصدق؟ ولذلك من شدة محاربته للمجون والفسق والخمور أنه بآخر شربة شربها من حياته لما قالوا له بعد ما طعنوه ماذا نسقي؟ قال اسقوني نبيذا. هذا من شدة ترى محاربته للخمور، هذا كان وجلد واحد شرب من قربته فسكر، هذا تواريخ أهل الخلاف اقرأوا، واحد أخذ قربة عمر شرب منها نبيذا فسكر، راح عمر قال أجر علي الحد، قال له يا أمير المؤمنين إنما شربت من قربتك، قال إنما أضربك وأقيم عليك الحد لسكرك لا لشرابك، أنت شربت زايد سكرت، المفروض تشرب شوية. هذا عمر بالله عليك، هذا كان يدافع عن الشعائر الدينية؟ لو يبتدع في الشعائر الدينية، مو هذا المبتدع اللي ابتدع صلاة التراويح والطلاق ثلاثا، الطلاق البدعي في مجلس واحد وغيرها من المنكرات التي لا مجال لتعدادها وعرفتموها بعد أنتم، وظلمه أظهر وأبين من الشمس واضح، وفسقه ومجونه أبين من الشمس وهم واضح، جاي الآن يعني هالشكل تزايد تتبجح تقول هذولا كانوا يعني حرص عندهم حرص على الدين، يعني عمر كان عنده حرص على دين الله بالله عليكم، وحرمته حرمة الإسلام؟ أي زمن تعيس هذا أنجب لنا مثل هؤلاء ليقودوا أمتنا العظيمة ويتبوأ سدة المرجعية زورا، وثم يطبل لهم المطبلون خلافا لأحكام آل محمد عليهم الصلاة والسلام. من هم هؤلاء وكيف تسللوا إلينا؟ وهذا الفكر المريض كيف تسلل إلينا؟ محور كلامه وما هو يستند عليه وماذا؟ أن عليا حمل السيف دفاعا عن الحكم السني الراشد لأبي بكر وعمر، إذ حارب في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، مو هذا كلامه؟ زين، هذا قلت لك لم يدعه أحد. حروب الردة المعروفة، الحروب المعروفة التي ذكرها المؤرخون وفصلوا فيها ورووها بتفصيلات موجودة في كل كتب التاريخ موجودة، ما شارك علي عليه الصلاة والسلام فيها، فهو استند على ماذا في خطابه في ندائه هذا؟ لم يذكر مصدرا لكلامه، ولكن في بعض كتبه الأخرى
ذكر، له كتاب معروف اسمه فدك في التأريخ. المفروض هذا الكتاب ألفه دفاعا عن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، ولكن تطالع هذا الكتاب تقول واويله، يعني في الوقت اللي مفروض هدف الكتاب هو هذا، في الكتاب طامات وأية طامات. أنا بس أنقل لك هالشكل يعني كشاهد هالشكل سريع، اقرأ في هذا الكتاب فدك في التأريخ الصفحة 99، يقول: ومن مهزلة الأقدار أن هذه الفتوة التي قدسها الهاتف الإلهي، يقصد فتوة أمير المؤمنين عليه السلام، والهاتف الإلهي جبرائيل عليه السلام لما قال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، يقول هذا، يقول: ومن مهزلة الأقدار أن هذه الفتوة التي قدسها الهاتف الإلهي كانت عيبا في رأي مشايخ السقيفة ونقصا في علي يؤاخذ عليه وينزل به عن الصديق، يقصد أبي بكر، شلون؟ هسه تفهم، وينزل به عن الصديق الذي لم يكن يمتاز عليه إلا بسنين قضاها كافرا مشركا. وأنا لا أدري كيف صار الازدواج بين الجاهلية والإسلام في حياة شخص واحد مجدا يمتاز به عمن خلصت حياته كلها لله. هو ديدافع هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام، بس شوف شلون استحل أن يصف أبا بكر بالصديق. أبو بكر صديق. إذن الزهراء تجنت عليه لما قالت كذبت، ما قال أبي إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. الزهراء اتهمته بالكذب، شلون الصديق يكذب؟ أنت تتعترف بي تقول بي صديق، ما تستحي يعني يوم القيامة أصلاً ما خليت اعتبار أنه يعني أنا راح أقابل الزهراء عليها السلام وسواد وجهي هذا أمام الزهراء وين أودي، خصوصاً أنت من سلالة الزهراء بعد، وهذا يوجع قلب الزهراء عليها السلام. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الحديث الشريف الذي رواه المؤلف والمخالف: أنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب. أمير المؤمنين هو الصديق مو أبو بكر. كيف تستحل شرعا وصف أبي بكر بالصديق؟ وما هو الداعي لذلك؟ يعني إذا شال كلمة الصديق خلى أبو بكر هنا فقط، أكان يقع عليه شيء؟ لأنه البعض يجيك يتفلسف يقول لك لا هذا من أجل التقية، التقية شنو أكو سيف عليه لازم يصف هنا أبا بكر بالصديق؟ بالله عليكم شال كلمة الصديق خلى بس أبو بكر، أبو بكر حاف مثل ما يقولون، شو يصير عليه؟ كل شيء ما يصير. ليش لازم تعطي ألقاب الأئمة الأطهار عليهم السلام لغيرهم؟ اقرأوا الأحاديث الشريفة، الأئمة عليهم السلام أخرجوا من التشيع من يلقب أعداءنا بألقابنا، هذا نص الحديث تقريبا، والملقبون لأعدائنا بألقابنا، هذا الأئمة عليهم السلام ذموهم أخرجوهم عن التشيع أثموهم جرموهم، ما لك حق، هذه ألقاب أهل البيت ما لك حق تعطيها لأحد آخر. يصير واحد يقول عن مسيلمة رسول الله؟ يصير يقول عن مسيلمة الصادق الأمين؟ ما يصير. مسيلمة كذاب منتحل للنبوة، فكذلك أبو بكر كذاب منتحل لمقام الخلافة، مو صديق، زنديق. هذا كتاب كتبه على أساس يدافع عن الزهراء عليه السلام، وإذا به يجرح الزهراء. زين، في نفس كتابه هذا نريد أن نعرف على ماذا استند هو، على ماذا استند في قضية أن عليا شارك في حروب الردة. شوف هنا تأتيك الفضيحة، في هذا الكتاب فدك في التاريخ الصفحة 106 يقول:
إن عليا الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله ورب الإسلام معه فكانا ولديه العزيزين كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، ولم يمنعه تزعم غيره لها عن القيام بالواجب المقدس. هنا تناول أكد هاي القضية أن عليا شنو حارب في حروب الردة، خوش هدية مقدم لأهل الخلاف، صدق يعني خوش هدية مقدم له. زين، وين المصدر؟ هو بالهامش مخلي مصدر، كاتب المصدر شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد جزء الرابع صفحة 165، بين قوسين هم كاتبين في الطبعة موجود الشهيد. يعني شنو؟ يعني هذا ترى التهميش أو هذا الحادي أو هذا المصدر اللي ذكره، هذا اللي ذكره منه الشهيد، يعني الشهيد الصدر، هو محمد باقر الصدر ذكر هذا الكلام. زين، ترجع إلى شرح النهج، أنا رجعت إليه موجود عندي بالبيت أريد أشوف هذا وين مذكور أنه علي عليه السلام شارك في حروب الردة. في الطبعة التي لدي أنا وجدت ما هو يقصده ويعنيه في الجزء 17 من شرح النهج الصفحة 153. ماذا يقول ابن أبي الحديد هنا؟ التفت، يقول: روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما مات، وبعدين يجيب لك الحديث أو القصة أو الأثر. زين، لازم نرجع أيضا إلى ماذا؟ إلى المصدر الأصلي اللي هو ماذا؟ تاريخ الطبري، محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ أحالنا لمن؟ لشرح النهج. شرح النهج أحالنا لمن؟ لتاريخ الطبري، ذاك هو المصدر الأساسي. نرجع لذاك، رجعت أنا إلى ذاك، وجدت القصة هنا في تاريخ الطبري في المجلد الثاني الصفحة 476. دقق معي شنو يقول الطبري. يقول: حدثني السري قال حدثنا شعيب عن سيف، خلي لي خط تحت كلمة عن سيف، عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال: مات رسول الله صلى الله عليه وآله واجتمعت أسد وغطفان وطيء على طليحة، طليحة المتنبئ الكذاب، إلى أن يمضي فيقول: فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه، وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة فردهم، فرجع وفد ممن يلي المدينة من المرتدة إليهم، فأخبروا عشائرهم بقلة من أهل المدينة وأطمعوهم فيها، وجعل أبو بكر بعدما أخرج الوفد على أنقاب المدينة نفرا عليا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود، وأخذ على أهل المدينة بحضور المسجد وقال لهم: إن الأرض كافرة وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، إلى آخر كلامه ليس يهمون. شنو مضمون هذا الكلام، هذه الرواية؟ ما مضمونها؟ أن أبا بكر أحس بتهديد سيأتي من المرتدين للمدينة، فشنو سوى؟ جعل حراس على المدينة حسب هاي الرواية مالت الطبري، واحد من الحراس كان علي بن أبي طالب. هذا شارك راح شارك في حروب الردة، هذا راح طلع برا المدينة وشارك في الحروب المعروفة مالت الردة، لو غاية ما يقال كان حارس وشوية يمكن صارت مناوشات هنا وهناك وهاي هي. هذا مو معنى بالاصطلاح لما نقول شارك حمل السيف في حروب الردة تحت لواء الخليفة أبي بكر، وين هذا من هذا؟ وبعدين تعال إلى الفضيحة الكبرى هنا، هاي الرواية مأخوذة عمن؟
الطبري. الطبري عن من؟ عن سيف. من هو هذا سيف؟ سيف ابن عمر التميمي الوضاع الكذاب الزنديق، اللي احنا والمخالفين كلنا مجمعون على انه كذاب زنديق. واصلا احنا هيدا نواجه الاتهامات والافتراءات الموجهة لنا بأننا نحن الشيعة أصلنا يهودي. من من؟ عبد الله بن سبأ. مو هالشكل؟ نقول إلهم عادة الجواب الشيعي لهم أن الراوي لهذا الأمر هو سيف بن عمر التميمي، وهو كذاب وضاع، نص علماء الجرح والتعديل عندكم على ذلك. كل الشيعة تجدهم حين، خصوصا في المناظرات في المساجلات، كلهم يذكرون هذا الأمر، يقولون لا تحتجوا علينا بروايات سيف بن عمر، لا تجيبوا لنا هاي الشخصية الأسطورية أو الخرافية أو المبالغ فيها قضية عبد الله بن سبأ، هذا يروي سيف بن عمر، هذا لا حجة فيه. أصلا جهد الشيعة بذل، ومحققو الشيعة إنما بذلوا جهودهم لرد هذه الآثار المكذوبة التي رواها سيف بن عمر عن عبد الله بن سبأ، وإنه هذا شخصية يهودية جاءت من اليمن، وهي نشرت القول بالوصية لعلي. المسلمون ما كانوا يعرفون أن علي وصية، ما كان معروفا هذا القول عندهم، وهو من ابتدع التشيع. وهذول الشيعة كلهم شنو؟ أحفاد ابن سبأ اليهودي. ما تسمعون يقولون أحفاد ابن سبأ؟ ما تسمعون في الإعلام المعادي لنا؟ أنا مضطر أيها الإخوة أبين هاي الأمور، مع أنه مع الأسف أدري الآن يلتقطها مني العدو ويأخذها حجة علينا. المشكلة عدونا أيضا أحمق، وإلا حقيقة إذا يريدون أن يدينونا ويلزمونا لألزمونا بكلام محمد باقر صلى الله عليه وسلم، بس ما ملتفتين، ما كانوا ملتفتين. لو أنا أكون منهم فورا أجي أقول تعالوا، أنت جاي وتقول لي أنه محمد شو اسمه هذا سيف بن عمر التميمي ليس بحجة، وبالتالي قضية رواياته مو حجة، وهذا مرجعكم الشهيد الصدر الأول يعتمد على رواياته ويقول علي كان يشارك تحت لواء أبي بكر في حروب الردة، وهاي رواية سيف بن عمر لا راوية لها غيره، ويا ريت فاهمها عدل. إن أقررت بأن عليا شارك في حروب الردة تحت لواء أبي بكر، أو أنه وقف حارسا على المدينة حماية لها من المرتدين تحت لواء أبي بكر، إن أقررت بذلك لزمك الإقرار بوجود شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي، وأنه بالفعل مؤسس التشيع، لأن الراوي واحد، تصدق بهاي تصدق بتلك أيضا، ما يصير بكيفك، وكلاهما سواد وجه، كلاهما خزي، كلاهما عار، فضيحة. هذه فضيحة تكشف عن المستوى المتدني في التحقيق والتتبع عند هذا الرجل وأمثاله. أيها القوم لا تغتروا. نعم، محمد باقر الصدر للإنصاف بارع في الإنشاء، من ينشئ تقرأ الحلقات تقرأ غيره تشوف تعبيره جميل، أما المحتوى مو جميل، المحتوى يطوف على الناس، يمر على الناس، إلا ذاك الذي يكون متتبعا محققا بارعا، يعرف ما في الكلام من هنات. إحنا قضيتنا في العلم مو قضية أن واحد يكون إنشاء أو بيان جميل، إحنا المهم المضمون، الجوهر هو المطلوب. مثل واحد يروح يأخذ له سيارة مطعطعة، يأخذ المكينة مالتها زين، ويخليها شنو يغلف هاي السيارة بالشكل مال المرسيدس مثلا، هو صحيح الشكل جميل بس هي مو مرسيدس، ما تمشيها مثل المرسيدس، ولا قدراتها مثل قدرات
المرسيدس. هذا هالشكل، الظاهر جميل، البيان جيد، ولكن المحتوى مو صحيح، مو بذلك العلم. ترى لا يصير ننفخ بالناس عن جهل، عن جهل. وكم من فقيه نحن عندنا عندهم مشكلة في البيان، مشكلة في الإنشاء، بيان لسانه مو قوي ولكنه عالم بحق، لأنه لما تفتش عن اللآلئ أو الجواهر تجدها. بل حتى إذا افترضنا أن هذا الرجل بارع في الاثنين معا، يعني في الصلب وفي الظاهر في المظهر، تكفي قضية الانحراف. هذا انحراف أيها الإخوة. ما هو الداعي لأن تمتدح أبا بكر وعمر وتصف حكمهما بأنه قائم على الإسلام والعدل، وتصفهما بالخلفاء الراشدين، وتصف أبا بكر بالصديق، وتدعي ادعاء العدو لا يدعيه أن عليا قاتل ودافع عن حكم أبي بكر تحت لوائه في حروب الردة؟ لما كل هذا؟ ما هو الدافع؟ الدافع شيء واحد، استرضاء واستمالة أهل الخلاف. الرجل عنده مشروع سياسي، يريد يسقط حكم ويصير هو الرهبر، يصير هو حاكم، يصير القائد، مو هالشكل؟ أكو فئة من هذا الشعب العراقي على هوى من؟ أبي بكر وعمر، لازم أنا أجرهم. هذا مبدأ منه معاوية، الغاية تبرر الوسيلة. أدوس على جراح الزهراء مو مهم، أدوس على جراح رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام مو مهم، ألصق كلام بأمير المؤمنين عليه السلام أمر هو لم يفعله أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ما شال السيف دفاعا عن حكومة أبي بكر، ما شال. ألصق مو مشكلة، اعتمد على رواية سيف بن عمر الوضاع الكذاب مو مشكلة، المهم يسقط الحكم أنا أوصل للحكم مو مهم، خلي أجرهم ذولا أتملقهم شوية وحصل على شيء؟ ما حصل. ليش؟ ليش ما حصل أيها الإخوة؟ لأن الحسين أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول كما في الرواية الشريفة التي رواها ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة والرضوان في الكافي الشريف بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كتب رجل إلى الحسين صلوات الله عليه عظني بحرفين. واحد كتب إلى الحسين عليه السلام أريد منك موعظة بحرفين. الحسين ماذا أجابه؟ رواية الإمام الصادق يرويها ثقة الإسلام الكليني مو سيف بن عمر. إحنا هذا الفرق بيننا وبين القوم، إحنا ننتمي إلى هذه المدرسة، إلى هذا الخط، إحنا ننتمي، ننتمي إلى هؤلاء العظماء مو إلى أولئك اللي يخلطون الحق بالباطل. كتب رجل إلى الحسين صلوات الله عليه عظني بحرفين، فكتب إليه من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. ما أعظمها من كلمة، وليتنا جميعا، وليت هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أكابر الأمة الشيعية الآن يجسدون هذه الكلمة الحسينية المقدسة في مواقفهم ومناهجهم وسلوكياتهم. بصريح العبارة أقول لكم، هذا الرجل لو كان يفهم الحسين جيدا لما صنع هذا الصنيع، لما فعل هذه الفعلة. الحسين بصريح العبارة يقول من حاول أمرا، تريد شيء ولكن بمعصية الله، أنت تعصي الله عز وجل بهذا الأمر.
كان أفوت لما يرجو. الشيء الذي ترجوه بالعكس هذا يفوته أصلا، يروح من إيدك. وأسرع لمجيء ما يحذر، الشيء الذي تحذر منه يأتيك. طلبت الحكم ففاتك الحكم، وحاولت أن تدفع عن نفسك القتل فقتلت، وقتلت خاتما حياتك بكلمة هي كلمة كفر حين مدحت أبا بكر وعمر ووصفتهما بالإسلام والعدل. آخر كلمة لمحمد باقر الصدر قبل أن يقابل الله، نعوذ بالله من سوء العاقبة، نعوذ بالله. والله أنا من أفكر بهذا الشيء أحيانا أرتعد، أنه شنو أجاوب، شنو أقول، ماذا أقول أمام الزهراء، ماذا أقول أمام أمير المؤمنين، ماذا أقول أمام رسول الله. أقول أنا دست على الإسلام، دست على جراح الزهراء عليه الصلاة والسلام علشان حكم، حتى سقط صدام. يعني شنو الفائدة سقط صدام وأرفع أبو بكر وعمر فوق؟ شنو الفائدة؟ نفرض محمد باقر صدرها موصل للحكم، نفرض وصل للحكم، تتصور أنهم بعد ما محمد باقر صدر وصل للحكم وجماعته وصلوا للحكم فرضا، شنو يعني؟ يعني بالعراق راح يسقط أبو بكر وعمر مثلا؟ لو بالعكس أصلا، بعد ما هو قال إن هذا الحكم وكذا وهالشكل يمدح حكومة أبي بكر وعمر ورفعها إلى عنان السماء، وين بعد تسقط؟ أبو بكر وعمر يصبحان من المقدسين حتى عند الشيعة. وبالفعل أنت شوف جماعته وذولا دعوتية وأمثالهم مرضى القلوب، نعوذ بالله، يدافعون عن أبي بكر وعمر، روح شوف في أدبياته. هذا هو الوفاء للزهراء عليه السلام، هذا جزاء الزهراء. حتى تعرفوا أيها الإخوة، في القلب أحزان، غصص، آلام، بس لازم نتكلم، لازم نبين الحقائق، لازم نعرض للناس أنه إحنا انجرفنا مع الأسف عن خط الحسين عليه الصلاة والسلام. أبداً الحسين ما يوافق على هذا المنهج أبداً. بعض الناس هم يجون يتنطعون يقولون إيه قاله من باب التقية، ماكو تقية في هذا الشأن أيها الإخوة، تقية سيف على رقبتك. وشلون هو أساساً دي يحارب الحكم؟ يعني هو مفروض نازع رداء التقية بعد، لأنه هو بعد يثور، شنو بعد يسوي تقية؟ وثم من يقول لك التقية ما إلها شرائط؟ من أهم شرائط التقية أن لا يختلط الحق بالباطل بسبب العمل بالتقية. إذا نفرض واحد يعمل بالتقية يريد أن يدفع المضرة عن نفسه، القتل عن نفسه، وهو بسبب عمله هذا سيختلط الحق بالباطل، تحرم عليه التقية. الفقهاء هكذا قالوا، الأئمة عليهم السلام هكذا قالوا. شوفوا إخواني، هناك حديث شريف في الكافي الشريف، وهذا الحديث كل فقهائنا في متونهم الفقهية يستدلون به ويبنون عليه. الحديث عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته، كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال عليه السلام: إن الإيمان قد يتخذ على وجهين، أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته، إلى أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك. ما عندي مجال أشرح هواية. فإن جاء منك ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك، خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا. إذا خرجت من الإنسان كلمة تعد من نواقض التشيع،
فوراً حكم الأول ماذا؟ خرج من التشيع، انقطعت الأخوة بيننا وبينه، انتهى خلاص. إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية. زين، إذا ادعى أنه عمل ذلك تقية شنو نسوي يا ابن رسول الله؟ يقول إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه، تتأمل تشوف، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، ما يصير، لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، مو التقية على طول، أكو لها مواضع، أكو لها شرائط. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية بسبب التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. شرط مهم، الإمام الصادق عليه السلام يقول تقية أولا لها مواضع، وشرطها هذا ألا تؤدي إلى الفساد في الدين. أي فساد في الدين أعظم من أن يأتي من يتسمى باسم مرجع من مراجع الشيعة فيرفع شأن قتلة الزهراء ويصفهما بالصدق والعدل والحكم الإسلامي السليم؟ هذا فساد في الدين، هذا فساد في الدين إلى يوم القيامة، هذا فساد في الدين، لأنه أي واحد يقدر يغتر، وبالفعل اغتروا بهذه الكلمة من أبناء الشيعة، يقولون إيه إحنا مفروض ما نحكي على أبو بكر وعمر، هذا مو صحيح، هم رجعنا يشوفوا شنو يقول، والحكم كان حكم على الإسلام والعدل، احنا ليش نصف ابا بكر بانه كاذب؟ لا، صديق، من الان غيروا، كل واحد يتبع محمد باقر الصدر ترى ما يجوز له يقول عن ابي بكر كاذب، لازم يقول صديق كما امامه ومقتداه وصفه بانه صديق، ديروا بالكم. شفتوا شلون فساد في الدين صار؟ فساد في الدين، هذا واقع. محمد حسين فضل الله يطلع بالتلفزيون يقول ابو بكر رضي الله عنه رضوان الله عليه، الأبواق اللي تابعة لحزب الدعوة والثقافة، مو شرط هم الحزب نفسه، يعني الثقافة السائدة مالت حزب الدعوة هم تروج لهذا الشيء. طائفة البترية أحيت من جديد مع الأسف، طائفة البترية للأئمة عليهم السلام حاربوها وذموها بل وكفروها في الروايات الشريفة، هاي لا تتصور كلمة البترية مني، هاي بالروايات الشريفة موجودة، هاي الطائفة مع الأسف أحيت من جديد ببركات من؟ الشهيد الأول. قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام كما رواه شيخنا الصدوق: لا تسخط الله برضا أحد من خلقه، لا يكون ترضي واحد من أهل الخلاف أو ما أشبه بسبب أهدافك السياسية وتسخط الله، ولا تتقربوا إلى الناس بتباعد من الله، لا تبتعد عن الله خطوات وتتقرب إلى الناس من أجل الناس، حاول أن تتقرب إلى الله قبل كل شيء، واعتبروا هذا الذي حصل لهذا الرجل، اعتبروا به، هذا منهاج سيد الشهداء عليه السلام لما كتب لذلك الرجل: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. ألا فاندبوا سيدكم.